بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن منافع الملفوف اللهانة، يعني وكل محافظة وكل دولة لها اسم معين لهذه الأنواع من الخضار. فمن فوائد الملفوف كما ورد عن علمائنا الأعلام المختصين بالقضايا الطبية عن طريق أهل البيت عليهم السلام، الملفوف الأبيض يحتوي على الحديد الذي يسهم في علاج فقر الدم. كذلك من فوائد الملفوف الأبيض أنه يعتبر غذاء مهم لمن يتبعون الحمية الغذائية الرجيم، هذا لأنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية ويخلص من الكرش، كما أن به ألياف تمنح الشخص شعورا بالشبع لفترات طويلة. تناول الملفوف يسرع عملية الهضم، كما إنه يعالج الاضطرابات المتعلقة بالمعدة. الملفوف الأبيض مفيد جدا للنساء الحوامل، خاصة في الأشهر الأولى للحمل، يزيد من نمو الشعر والأظافر. كذلك يحتوي الملفوف الأبيض على مضادات الأكسدة، الأمر الذي يجعله مهما في علاج مرض السرطان على مختلف أنواعه وعلى رأسها سرطان الثدي. يحتوي الملفوف الأبيض على فيتامين بي المهم في الحفاظ على الذاكرة ويقلل من النسيان. مغلي الملفوف الأبيض يفيد لعلاج التهابات القصبات الهوائية ونزلات البرد الشديدة. يمكن استخدام الملفوف الأبيض المسلوق لعلاج حروق الجلد، وذلك من خلال وضع الأوراق المسلوقة فوق الحرق، وبالطريقة نفسها يمكن علاج الجروح، حيث أن للملفوف القدرة على تخثر الدم. كذلك من فوائده بأنه يستخدم الماء المتبقي بعد السلق الملفوف الأبيض لعلاج حب الشباب من خلال دهن الوجه به، كما إنه يوحد لون البشرة ويعطيها نضارة ونعومة ويخفي الكلف. تناول الملفوف يعالج البواسير، يعالج الإسهال، يعد مفيدا لمرضى القلب والكبد، يعالج انتفاخ البطن، يساعد على التخلص من الغازات، يعالج أمراض الرئة خاصة إن تم شرب ماء الملفوف المسلوق، كما إنه يقلل من الدهون في الجسم. من فوائد الملفوف الأبيض كما يذكر علماؤنا أنه يسهم في التخلص من قرحة المعدة إذا ما تم تناول ماء الملفوف لمدة لا تقل عن 8 أيام. من فوائد الملفوف الأبيض أنه مضاد للالتهابات، فهو قاتل فعال للبكتيريا والجراثيم. الملفوف الأبيض يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين سي، الألياف، البوتاسيوم، مغنيسيوم، وكذلك من الفيتامينات المعروفة والضرورية للإنسان، فيتامين أي، فيتامين كي، وغيرها من المغذيات المفيدة الأخرى. الملفوف الأبيض يعد من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، ويعد الملفوف إحدى الخضروات التي قد يلجأ لاستخدامها من أجل حماية الجسم من بعض الحالات الصحية، فهو مفيد جدا للالتهابات. كذلك يعني مفيد من أجل صحة القلب، سلامة القلب، بالإضافة إلى أهميته في الوقاية من بعض أنواع مرض السرطان المختلفة. إذا تناولت الملفوف الأبيض نيئ من دون سلقه، فهو يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، يحافظ على صحة الأمعاء بجعل حركتها في التخلص من الفضلات أسرع، مصدر ممتاز لفيتامين جي الذي يقلل وجوده في الجسم من الإصابة بالإنفلونزا. هذه أشياء جدا جدا قليلة حول هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهو الملفوف الأبيض أو اللهانة عند بعض الناس يسمونه بهذه الطريقة، وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.